هما الطاقه الايجابيه. حاضره من خلالك انتما غادي نكتشفوا العلاجات ديال الطاقه الحيويه والاهميه ديالها في حياتنا اليوميه، وكيفاش كتقدر تساعدنا باش كنغيروا بزاف ديال الامور وبزاف ديال المفاهيم اللي كتقدر تاثر لينا على حياتنا النفسيه. ولكن قبل هذا واحد التعريف شامل من خلال الموضوع ديالك، وشنو هي الطاقه الحيويه وكيفاش نقدروا دائما اننا نقدروا نخلقوها في الحياه ديالنا ونصحوا بزاف ديال الامور الخاطئه. اذا العلاج بالطاقه هو نوع من انواع الطب البديل سيد لاميديسين دوس، للاصل ديالها من اسيا، يعني دول اسيويه، اليابان، الصين، ماليزيا. هذوك الناس عندهم هذه الثقافه ديال العلاج بالطاقه اللي هي ثقافه قديمه جدا، ولكن مؤخرا بدات كتوصل عندنا للغرب وعطات نتائج مبهره. العلاج بالطاقه الحيويه هو كوم اكونبانيمون للطب، يعني لا ميديسين كونفونسيونيل، يمكن يعاوننا في علاج العديد من الامراض، يعني بحال قلتي كيكون ان بوست لي تريتمون اللي كنديروا مع الميدسان، كيكون مكمل ومحفز للعلاج، ولي تريتمون اللي كنديروا قدر يكون محفز يعطينا نتائج جيده، مثلا في حاله الريجيم، في علاج السمنه، في علاج الاكتئاب، في علاج امراض نفسيه كثيره، يقدر يخدم لينا على الجانب الصحي وفي نفس الوقت على الجانب النفسي. لان كيف قالت الدكتوره قبيله، الجانب الصحي ما هو الا نتيجه، ما هو الا ان رفلي الحاله النفسيه والحاله الداخليه ديالنا. اذا العلاج بالطاقه هو علاج شمولي، كياخذ بعين الاعتبار ان الانسان جسد وروح ومشاعر. اذا هذوك المشاعر كنخدموا الطاقه الايجابيه اللي كتكون وراهم باش كنقدروا حصلوا على واحد الدعم وواحد الحالة جيدة اللي كتبان من بعد حتى في الجسد ديالنا. حصص العلاج كيكونوا على حسب الحالة، يعني كاينين بعض الأشخاص مثلا اللي كيكونوا كيعانيوا من بعض الألم في الجسد ديالهم، كيكونوا كياخذوا ان تريتمون ميديكال وكيجيو باش كياخذوا حصص العلاج اللي كتحاول أنها تنظف الطاقة ديالهم، وبالتالي كنشحنوا كنضفوا الطاقة السلبية وكنشحنوا طاقة إيجابية اللي كتخلي نظام الاستشفاء الذاتي اللي عندنا كيخدم طريقة فعالة أكثر وكيستجيب للعلاج الطبي بطريقة أحسن. نعم، لأن صراحة أنت قدر نقول أنا محتاجة العلاج بالطاقة، أنت قدر نقولها. العلاج بالطاقه هو حتى هو داخل في لو كادغ ديال ليجيان دو في، هو نمط عيش اللي الناس اللي واعيين به واللي واصلين لهذاك الوعي انه يدخلوه في حياتهم كيستافدوا منه على جميع المستويات. يقدر يكون كعلاج، ويقدر يكون كمحفز وكوسيله للتنميه الذاتيه باش نحاولوا اننا نخرجوا احسن نسخه من انفسنا. دائما فاش كنتكلموا في فقره كلشي حياتك كنتكلموا مع اخصائيين اللي كيكونوا حاضرين معنا، كنتكلموا على بزاف ديال العلاجات النفسيه اللي كتساعدنا باش نقدروا اننا نتخطاو واحد المرحله اللي كتاثر لينا على حياتنا. بزاف ديال الناس غادي يسمعوا العلاج بالطاقه، تبارك الله ما شاء الله مؤخرا ولينا كنتكلموا على هذه المواضيع بواحد الشكل كبير، كنحاولوا ما امكن نوصلوها للمشاهدين ديالنا. وكذلك من المواسم الاولى دائما كنا كنتكلموا على العلاج بالطاقه مع الكوتش والاخصائي في التنميه الذاتيه، كوتش غادي معنا اللي كان دائما كيكون حاضر معنا. اليوم كيفاش نقدر هذه الطاقه هذه وهذا العلاج بالطاقه انني نخليها في نمط العيش ديالي، كيفاش انني نخليها انها تبنى من جديد ونخلي واحد العلاجات بالطاقه في نمط العيش ديالي تستمر معايا. اولا الوعي بالطاقه، يعني ملي كنفهم الطاقه هذه، نعم، بزاف ديال الناس كيفاش غنتعالج انا بالطاقه، واش الطاقه كنلمسها كنحس بها؟ بحال مثلا الا بغيت نتعالج من الناحيه الصحيه، ادويه، علاجات، عمليه، بزاف ديال الامور، اما الطاقه كيفاش غنحس بها؟ الطاقه هي غير ملموسه. جوستومون الناس اللي كيمشيو اللي عندهم هذا الوعي بالطاقه هما واحد الاشخاص اللي شويه خرجوا من هذاك العالم الملموس، العالم اللي مبني غير على المظاهر، العالم اللي مبني غير على ما كل ما هو مادي. حيت بزاف الاشخاص، انا كاينين عندي بعض الاشخاص اللي كيقول لك انا عاود ما نجي ندير عندك حصه بالطاقه، نمشي نجلس في احسن قهوه وناخذ احسن كلاص، ولكن هذاك الوقت اللي غادي تدوزو في هذيك القهوه هو غير باساجي، يعني غير واحد السعاده لحظيه غادي تقدر تخلقها لنفسك. وفي العشيه فاش تمشي للدار عاوتاني العقل اللاواعي ديالك غيطلع لك هذوك المشاكل اللي عندك وغادي تواجه الحقيقه. دونك الا كنا متشبتين غير بكل ما هو ملموس، صعيب علينا باش نحسو بالطاقه وباش نتجاوبوا معها. في حين ان الناس اللي عندهم هذا الوعي الكوني
بان هذا الكون منظم بواحد الطريقه ان كل شيء غادي في واحد التناغم، بان كل شيء خصو يكون مزيان. مالوزمون ولينا كنقولوا ستريس عادي، هذا عادي، السكر دابا راه كل شيء ولا فيه لا ماشي عادي. الا كنا في تناغم مع طاقتنا وفي تناغم مع الكيان ديالنا كامل، يعني لو مود دو في ديالنا كله غادي مزيان، بما فيه التغذيه، بما فيه الرياضه، بما فيه لي زاكتيفيتي سبورتيف، بما فيه شويه دلاغ، غادي يكون عندنا هذا الوعي هذا، وغادي نقدروا اننا نعزوا الطاقه الايجابيه. يعني هادو طرق باش كتكون عندنا واحد الطاقه ايجابيه في حياتنا بلا ما نلتجئوا للاخصائي. في حاله التجئنا للاخصائي فان الحصص اللي كنقترحوها كتكون واحد الحصص ديال لاكومبانيمون على حسب كل حاله. يعني كاينين اشخاص اللي كيجيو على دي بروبليم فيزيك يكون متبع مع اميتسا عنده ان دوسي ميديكال، بطبيعه الحال لا ميديسين دوز لا تتعارض نهائيا مع لا ميديسين كونفونسيونيل، وان ثيرابيوت في الانرجي ما عندوش الحق نهائيا يخرج لا ان دياغنوستيك ولا ان تريتمون. يعني حنا كنشوفوا غير الحاله اون اكومبان بهذاك العلاج بالطاقه باش يعطي دو ميور ريزولتا. وكاينين بعض الاشخاص اللي كيجيو باش يخدموا على ان بروبليم بسيشيك، كيكون عنده واحد المشاكل نفسيه، كيكون عندهم اغلبيه الناس يعني مثلا الحصص اللي كتعطي نتيجه مبهره، حالات الارهاق، حالات ستريس، لا ديبرسيون، سورتو لا ديبرسيون ليجير تقدر تعطي واحد النتائج يعني من الحصص الاولى. نعم، هذه كل امور اللي دائما تبارك الله ما شاء الله كنتعرفوا عليها من خلال فقره كوتشي حياتكم، من خلال كذلك الاخصائيين اللي كيكونوا موجودين معنا، دائما كنتعرفوا على حلول جميله اللي كتقدر تساعدنا وكذلك تنمي لنا ذاتنا ونتصالحوا مع ذاتنا في بزاف ديال المواضيع والامور. كيف ما قلتي وشرتي لواحد النقطه اللي هي اساسيه ومهمه، مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الامور اللي كنقول لا ماشي مشكل ستريس، احقا كنتعصب فاش كنكون صايق، احقا كنتعصب مع الوليدات، احقا عادي كلشي كيتعصب، شكون اللي ما كيتعصبش هذا الوقت؟ ولكن راه ماشي عادي، راه ماشي عادي. انني راه القلق والتوتر والستريس اللي كنعيشوا مؤخرا راه 99 كنسبه كبيره 99% من الامراض اللي كنقدروا نتصابوا بها بسبب ديالها هو داك التوتر وداك القلق وداك التعصيبه وداك التقلقه اللي كتقلق. دكتوره الامور الستريس للاسف فاكتور يعني عامل داخل جميع الامراض، حتى في الظهور ديال الامراض المزمنه، الخلل في المناعه مثلا بزاف، فلو ستريس داخل فيهم. حنا كنعرفوا اننا نتحكم في السمنه في حد ذاتها، كاين الناس اللي كيكونوا ستريسي وعندهم لونكسيتي فهما كيهربوا من داك لو ستريس في الاكل وما كيتحركوش، الوغ كو خاصنا نعرفوا الا تحكمنا في هذاك لو ستريس ديالنا وحاولنا نقصوا منه كننقصوا من التاثير الداخلي ديالو. لان الدراسات كلها تبتات ان لو ستريس ملي كيكون اختلال في الافرازات الهرمونيه، كيكون عندنا لا سيكريسيون ديال لو كورتيزول بواحد النسبه اللي هي زائده وماشي مقاده مع الاحتياجات ديالنا، وهذوك لي سيكريسيون ديال كورتيزول كيكون عندهم تاثير على الذات ديالنا كامله. داكوغ، دونك خاصنا نحاولوا نتحكموا في راسنا باستغلال ديال هاد الطرق الجديده ولا ميديسين دوس باش كتكون عندنا نتائج اللي هي قويه ومهمه كتبقى مع الوقت. دكتوره عصام، دائما كنرجعوا للاهميه ديال المرافقه الطبيه والاهميه ديال العلاجات والاهميه ديال التعاون ديال الاخصائيين مع بعضياتهم باش دائما كتعطينا واحد النتيجه ايجابيه في علاج الحاله. الانسان دابا في هذه الحاله اللي حنا عايشين في حاله محتاجين واحد هضرنا عليه في الاول قبل الحلقه، السلام الداخلي وهضرات عليه، يعني بحال المتخصصين كيعطيونا هذيك كيعطيونا الحل او كيعاونونا باش نرجعوا لهذاك السلام، ما نتعصبوش ما نتوتروش باش نعطيو مزيان والصحه ديالنا تكون احسن. يعني هذا هو كنحتاجوا هذا لاكونبانيمون ولا يعني محتاجين لك دائما معنا في برنامج صباحكم مبروك باش تكون واحد المرافقه شامله. اذا بالفعل حنا كنقترحوا بزاف ديال الطرق، يعني سيدي تكنيك دوس ما فيهمش يعني شي صعوبه، ما فيهمش ادويه. مثلا كنقترحوا دي سيركل دو ميديتاسيون، يعني غادي نتعلموا اننا نتاملوا المراه المغربيه تبارك الله حادقه وكتخدم برا والداخل، ولكن ما فيها باس الا كانت تاخذ ان تي مومون واحد الساعه في الاسبوع ولا حتى ساعه في النهار الا قدرات، ما فيها باس باش نجلس مع راسي نتعرف على راسي، برون كونتاكت افيك مون كور، نخرج ليبيري سيليا يعني اللي عندي مشاعر سلبيه نعرفها، بعد على الاقل نعرف اشنو دارني ونصنت لذاتي. يعني كنقترحوا بعض الامور اللي هي كتبان بديهيه ولكن للاسف حنا فقدناها لدرجه انها ولات دابا ضروريه وخلقات دي زالارم اللي وصلونا لاننا صافي ولينا ديبوردي ولينا ديبريمي. والحل بسيط جدا، مثلا كاينين حصص ديال التنفس، مثلا غير التنفس اللي هو واحد لو فونكسيونمون نورمال، يعني شي حاجه اللي كنا كنديروها ولكن للاسف لقينا ناس مابقوش كيعرفوا حتى يتنفسوا. للاسف الطريقه الصحيحه في التنفس على الاعتصام ناخذها من عندك اليوم.
التنفس نورمالمون صحيح خصو يكون من البطن وخصو يكون من الصدر. هادو نصائح ديال لي كوتش اليوغا اللي دائما كناخذو معاهم نصائح دكتوره. ونكمل معاك، ركزتي في واحد النقطه اللي هي اساسيه ومهمه، قلتي ناخذ وقت مع راسي ونجلس مع راسي. وانا واحد الحاجه اللي كنركز عليها وركزت معها فيكم خلف الكواليس، نعيشوا الحياه الواقعيه ديالنا، ما نبقاوش نشوفوا الحياه الغير الحقيقيه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما كنركزوا عليها. حيت بزاف ديال الناس اللي تعرضوا لبزاف ديال الاكتئاب، اللي بزاف ديال الناس اللي تعرضوا بزاف ديال الامراض غير من خلال المراقبه ديالهم لبزاف ديال الناس، وكيشوفوا حياتهم اللي كيتوقعوا بلي هي راه واقعيه وهي حياه زائفه. كتقدر تاثر عليهم، وكتاثر عليهم بواحد الشكل كبير، سواء من الصحه ديالهم، سواء من عده امراض اللي كتقدر توصلهم للاكتئاب، وكتقدر حتى في المتابعه الطبيه لبزاف ديال الحالات كتاثر عليهم. وقلتي لي خلف الكواليس، انا كنظن هذا المشكل هذا اللي قلنا ديال الثقافه هو كان في المفهوم الثقافي ديالنا، وداك الوقت اللي كنا كندوزو مع العائله كندوزو اوقات زوينه بسيطه سهله، وكنا مثلا الاسترخاء كتمشي للحمام، فهذا داخل في الثقافه ديالنا. كان كيعاود منين بدينا كنبعدوا على هاد كنمشيو للصوره وكنمشيو جماليه الصوره وداكشي، فهذا كان عنده تاثير سلبي على الذات ديالنا. وداكشي باش ولينا كنلاحظوا هاد الامراض المزمنه كثرات بزاف، الضغط الدموي، السكري، الامراض العظام والمفاصل، الامراض لان كاين واحد العامل النفسي اللي هو ولا فيه اختلالات كبيره وتاثير كبير من هاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي للاسف كناخذوا منها غير الخايب، ما كناخذوش منها. وشنو هو الخايب اللي خدات المريضه ديالك منها دكتوره؟ الاستعمال ديال شي مواد مثلا اوراق الزيتون كل نهار، فاحنا لقيت ان بزاف ديال المرضى جاوا عندي تحاليل ديال الكلي ديالهم كان عندهم تاثير خايب. ملي كنسولهم كنقول لهم شنو وقع شنو، نقول لك تنبقى نسول فيهم بزاف، لقيت انهم كيستعملوا شي اعشاب ولا هي نقدروا نستعملوهم، ولكن تحضري مثلا واحد المريضه ديالي قالت لي في التيك توك، قالت لها قالوا لهم يداووا من السكر باستعمال واحد الاغذيه اللي كنعطيوهم العصافير، يعني ماشي تا ماكله اللي يقدر ياكلها الانسان، وللاسف كان عندها تاثير سلبي على النتائج ديالها، التحليلات ديالها اللي كتجيب ليا في النطاق ديال التتبع. نعم لا صالحه، علاش دائما كنستمدوا بعض الناس للاسف كيستمدوا الطاقه ديالهم من مواقع التواصل الاجتماعي؟ للاسف لاننا ولينا كنعتمدوا على الصوره، حنا منبهرين بداك الشيء اللي كيتروج له في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي ولات كتعطينا حتى واحد سهوله في اننا نهربوا من الواقع ديالنا، وفي اننا نتغداو على دوك الاشخاص. نعم، باش ما تقلقوش منا بزاف ديال الناس وبعض الناس، حنايا راه ماشي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس راه حنا منا وفينا، ودائما كنتواصلوا معاكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، غير حنا كنحاولوا ما امكن دائما في برنامج صباحكم مبروك نوجهوكم دائما لما هو صالح وما هو طالح. نعم بالفعل، يعني مواقع التواصل الاجتماعي ماشي كلها خايبه، كاينين بعض الامور اللي هي جيده جدا، ولكن خاصنا نردوا البال، خاصنا ما نمشيوش نلتجئوا خصوصا في المجال الطبي خصوصا، يعني كاين بعض الامور اللي كتكون في تشكل خطوره على الصحه ديالنا. يعني الواحد يحاول يميز ويحاول يفرق، يشوف شنو اللي صالح ليه وما نزربوش. نعم دائما ما نزربوش، دائما نلجؤوا لاهل الاختصاص. اي حاجه احتاجيت ليها ولا بغيتها، تبارك الله ما شاء الله راه واحد السوق مفتوح، احتاجيت شي حاجه مثلا في الملابس ديالي غادي نمشي نسول الاخصائيه او الخبيره في المظهر، حتى جيت شي حاجه في المجال الطبي غادي نمشي نسول الاخصائيه، وحتى المجال الطبي راه تبارك الله ما شاء الله راه بحر ديال الاختصاصات. يعني دائما نلجؤوا لاهل الاختصاص باش نلقاو الحلول ديالنا، والحلول ديالنا في العلاجات دائما اللي هي بالطاقه، ونكمل معاك في العلاجات ديال الطاقه اللي كل انسان محتاجها. نعم اذا بالنسبه للطاقه، يعني كاينين بزاف ديال العلوم في الطاقه. مثلا ما بين العلاجات اللي كنستعملها بزاف في علاج بطاقة الريكي اللي هي طاقة كونية، سي اون فيبراسيون تري زيلفي اللي ملي الممارس كيواصلها مع لو كور ديال الشخص اللي كيجي لعندو كطلع الطاقة ديالو، وبالتالي كتفعل نظام الاستشفاء الذاتي، وليفي ديالها ما كيكونش فقط خلال الحصة، وإنما يقدر يبقى ساعات أو أيام من بعد الحصة، يعني كيكون فيها واحد تحرر على جميع المستويات خصوصا النفسي، وكيبان النتيجه ديالو على الجانب الجسدي. يعني مثلا في بعض الحالات اللي كتكون فيها معارضه للجسد، كتكون فيه معارضه للعلاج، مثلا انا كناخذ واحد لو ريجيم ولا كندير ان تريتمون وما كاينش نتيجه، الميدسان تيقول لي مثلا بان السبب هو نفسي، يقدر الريكي كطريقه ديال العلاج بلا ميدسين دوس لانه طريقه سلسه وسهله جدا، يقدر يعمل تحرر، ويقدر تكون اون ليبراسيون هذيك الاسباب اللي في عقل اللاواعي اللي هي كتمنعني انني نستجد
يجب العلاج. وبالتالي فانه تيلعب واحد الدور ديال المحفز، سي ان كاتاليزور في الحياه ديالنا. يعني ماشي بالضروره نكون مريض، ولكن الا حطيت مثلا واحد البروغرام انني غندير واحد الحصه دريكي كل شهرين كل 3 شهور على حسب الامكانيات ديالي على حسب الوقت ديالي، فانني كندير واحد لو نيتواياج وكندير واحد لو ريتوال اللي كيخليني انني كنافونسي في حياتي على بزاف ديال المجالات. نعم كنتوقع ملي الاعتزام عندها تدخل. فعلا بغيت نسولك زعما هاد الحصص واش كيكونوا جميع زعما لي زاج السيم هما هاد حصص العلاج بالطاقه سون تري كونسيي لمرافقه الحوامل. يعني المراه فاش كتكون حامله كيعاونها بواحد الطريقه عجيبه انها كتعيش احسن هذيك لا غروسيس ديالها، يقدر يعاونها بانها يكون عندها واحد التواصل اكبر مع الجنين، لاننا كنكونوا في واحد لي فيبراسيون سوبتيل. يعني حتى الجنين مادام ما كنشوفوش سيغي كتكون كتحس بيه راهي اللي هازه، ولكن كيكون واحد التواصل واحد لا تيليباتي اكثر، يقدر يعاونها على انها تستحمل دوك الاعراض ديال الحمل انها تعيشهم بواحد الطريقه اقل. بالنسبه لي نوفوني كذلك الريكي كيكون رائع بانه كيرفع لهم المناعه، كيخليهم انهم يتادابطاو مع الحياة، يعني لا نوفيل في. وبالنسبة للأطفال من 3 حتى 12 كتكون عندهم واحد الاستجابة هائلة أكثر من لي زادولت. علاش؟ لأن لو مونطال ديالهم ما تيكونش تيفكر بزاف، ما تيكونش دوك التساؤلات اللي عندنا حنا دابا، باقي ما تكوناتش هذيك البرمجة ديال كيفاش علاش ما كنشوفوش شنو درتي لي دابا. هاد المشاكل اللي كنقدروا نلقاوهم مع لي زادولت ما كنلقاوهمش مع الأطفال، وبالتالي في الأطفال كيعاونهم بواحد الشكل رائع ويقدروا يعطيو نتائج زوينه حتى في الدراسه ديالهم حتى في ليبانويسمون ديالهم. كيفاش كتقدر تساعدهم في الدراسه ديالهم وتطوير نفسهم في الدراسه؟ كيعاونهم بحيث انه كيخرج منهم احسن ما فيهم، كيعاونهم انهم يكومونيكيو مزيان، انهم يركزوا، كيطلع على كونسونطراسيون بزاف. واحد الاشاره يعني شكرا على هذا السؤال، حتى الدراري اللي عندهم البكالوريا كيعاونهم بزاف، لانه سي اون تري بون ميثود بور جيري لو ستريس. يعني في الفتره ديال الامتحان ميم بوغ الناس الكبار اللي عندهم دي ريونيون، اللي عندهم دي اللي عندها ان ايفينمون اللي غادي توجد العرس، وهذا الريكي كيكون ان تري بون كاتاليزور، كيخويك من هذاك ستريس وكيشارجيك بواحد الحموله ايجابيه باش تقدر انك تعيش ليفينمون ديالك باحسن طريقه. جميل. دائما الامهات فاش كيسمعوا راه غيعاونوا الوليدات ديالهم على الامتحانات، اول باب غيبغيو يتجهوا ليها، خصوصا الدراسه ديالهم والامتحانات ديالهم. كنعرفوا هذه الفتره هذه فتره ديال الامتحانات، وان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي عندهم البكالوريا هذه السنه، وان شاء الله بالنجاح وباليسر ان شاء الله، وتكون واحد الفرحه ديال الامهات ديالكم وديال الاباء ديالكم، وتكون واحد الفرحه ديال السنه ان شاء الله. عايش ان شاء الله. مرحبا. وحنا يعني كاخصائيين في هذا المجال حنا كنحسوا براسنا باننا حاملين واحد المشعل. يعني ماذا بينا نعاونوا الناس، ماذا بينا نخرجوا احسن ما كاين من هذا المجتمع. كيف ذكرت قبيله الدكتوره، للاسف كاينين دابا دي انفلونسور في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيروجوا لبعض الامور اللي هي خاطئه، كيروجوا لبعض الحويجات اللي هما كيأثروا سلبا على الوليدات ديالنا. فاحنا كنحاولوا بالعكس اننا نعاونوهم، نعاونوا الامهات باش ان شاء الله المجتمع ديالنا يبقى غادي من الاحسن للاحسن. وهذه احسن حاجه نقدروا نختموا بها معاك هذه الحلقه هذه وهذه الفقره هذه. لاله صالحه نورتيني وشرفتيني، وكنت سعيده بتواجدك معنا خبيره في الطاقه. شكرا لك لتلبيه الدعوه والحضور. مرحبا. شكرا لك دكتوره اعتصام الخديجي على حضورك معنا، تقاسمك معنا الاستفاده والمعرفه الخاصه بالمجال ديالك. صحه الاسنان ديال الاطفال ديالنا دائما حاضره من خلالك، نورتيني. شكرا لك زينب. مرحبا. شكرا لك دكتوره يسرى عويناتي على حضورك معنا، تقاسمك معنا الاستفاده والمعرفه الخاصه بالمجال ديالك كاخصائيه الغدد والسكري. دائما سعيده بتواجدك معايا. كنشكركم على هذا اللقاء، وخاصه اللقاء ديال هاد الناس اللي هما فريمون سافي بليزير تو فير لو ريكونيسانس. وكنشكركم على التطرق لجميع المواضيع باش نكونوا قراب من المشاهدين، ونحاولوا نعطيهم المعلومه الصحيحه. وكما قلتي راه حنا هضرنا على الجانب السلبي، ولكن راه كاين لي انفلونسور اللي كيعطيونا حوايج مزيانين، كيعاونونا وكيبارطاجيو لي زيكسبيريونس ديالهم بطريقه ايجابيه. صح. حنا ما كنقولوش راه كاين غير خايب، كاين خايب والمزيان، ولكن الواحد يعرف راسو شنو كيعطي المعلومات للناس. وراه داكشي علاش دائما نتوما حاضرين معنا في برنامج صباحكم مبروك، ودائما نتوما الناس العزاز اللي كيشاهدونا، وكنكون سعيده وفرحانه باش نطلع لكم كل صباح نخليكم هذه الاجواء العائليه بمعيه اخصائيين في مختلف المجالات. مشاهدينا ما كنسخاش بكم كما العاده، وصلنا نهاية الحلقة. شوفكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة، فقرة متنوعة دائما في برنامجكم صباحكم مبروك على قناة العائلة المغربية تيلي ماروك. لنا لقاء، إلى اللقاء.